بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين الغريبين المشردين عن الأوطان والدار، صلى الله عليك وعلى بضعتك المظلومة الصديقة الشهيد الواردة عليك يا رسول الله، الواردة عليك بحق مغصوب، وضلعي مكسور، وخدي ملطوم، وجنين مسقط. سيدتي طبتي وطابت الأرض التي فيها دفنتي، وفزت والله يا فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معك سيدتي سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهادي النبي استنصرت. لا صبر يا ابن العسكري، فشرعة الهادي النبي استنصرت أنصارها. هدمت قواعدها وطاح منارها، فأقم بسيفك ذي الفقار منارها. فإلى ما تغضي والطغاة تحكمت،
فإلى ما تقضي فالطغاة تحكمت في المسلمين وحكمت أشرارها مولاي ما سن الظلال سوى الأولى ندب إلى المولى صاحب الزمان مولاي مولاي ما سن الظلال سوى الأولى من هناك بدأت الظلامة سوى الأولى هجموا على الطهر البتولة دارها منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها قالوا لها قري فقد آذيتنا الله أكبر أفاطمة تؤذي أحد يا شيعها قالوا لها قري فقد آذيتنا أنا وقد سلب المصاب قرارها جمعوا على بيت النبي محمد يا حطبان وأشعلت الضغائن يا نارها سامحني يا فرج الله وأنت العالم بما جرى على أمك فاطمة رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا يا أنبتوا في صدرها مسمارها يا سيدي والعبد سوى دمتنها فاستنصرت أسفا فليتك تسمع استنصارها ماتت وآثار السياط بمتنها ماتت وآثار السياط بمتنها يا ليت عينك شاهدت آثارها واه لها لم شيعت ليلا ولم عفى الوصي مزارها يقوم خلي هالرواية من الشرى وصل بالجبتين من فوق شجرة وصيح ضلع أمي الزهرة شكسرة من غصب حقها وهاج أحزانها من غصب حقها وسقطها الجنين ومن لطم خدها يا ولي والجبين ماتت الزهرة وبعد حمرة العين باقية وتبقى ليوم حسابها
بعد هذا أمل أنت حسرة هذه في قلبك. ها قوم وانشر رايتك برض البقيع بهالمحار شلون قبر أمك يضيع من يظن بالناس بنت الهادي الشفيع تندفن بالليل ويعفونها. قوم ما حد غيرك لهذا الوتر وانشد على الباب يا هلي جسر وانشد امك يا ضلع منها انكسر. لكنما الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على حب فاطمة في شفاء مرضانا لا سيما المريض المنظور، على حب فاطمة في قضاء حوائجنا، على حب فاطمة في تيسير أمورنا، على حب فاطمة في تعجيل فرج مولانا صاحب الأمر، على حب فاطمة في الصلاة على محمد وآله ثلاثا برفيع أصواتكم. قبيلة هلال ابن عامر وهي من القبائل العربية التي سكنت شبه الجزيرة العربية لا سيما في الحجاز، هذه القبيلة التي يمتد نسبها إلى هوازن ثم إلى قيس بن عيلان وهي من القبائل العدنانية. تغيرات الأحداث والزمن أدت إلى تفرق أفراد هذه القبيلة، فقسم من أفرادها نزل في الكوفة وقسم آخر نزل في الشام، يعني صارت أفخاذ قبائل عبارة عن بطن وفخذ. في القسم الذي في الكوفة ولد لهم مولود قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بسنتين قبل الهجرة وليس قبل البعثة، ولد لهم مولود اسمه قيس أو سليم، عفوا سليم ابن قيس الهلالي، هذا قبل سنتين من لا يهاجر النبي إلى المدينة. استشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة وسليم ابن قيس له من العمر 12 سنة، 12 سنة. شوف أيها الأحبة بالنسبة إلى الأرقام في التاريخ مو على شرط يعني هي صحيحة دقيقة، ليش؟ لأن هي أرقام تقديرية تقريبية، يعني يقول لك ولادته قبل هجرة النبي، النبي استشهد سنة 10، بمعنى أن هذا المولود سليم ابن قيس مثلا على سبيل المثال وهذا مدار الحديث هذه الليلة عمره 12 سنة يوم اللي يرتحل النبي إلى الرفيق الأعلى، فهي ما تسبب أي إشكال مثلا تحصلها في مصدر 13 في مصدر 14 ما تسبب أي إشكال بالنسبة إلى القضية، يعني إلى بعض القضايا. ظل في الكوفة إلى عهدي وزمني الخليفة الثاني، جاء إلى المدينة عمره 16 17 18 سنة فالحدود، جاء إلى المدينة مسلم يعني هو خلاص دخل الإسلام، فأول ما وطأت رجله مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاءت القدرة أن يكون متصلاً بأمير المؤمنين سلام الله عليه. من هذا؟ سليم ابن قيس الهلالي. ظل سليم مع أمير المؤمنين يسمع حديث أمير المؤمنين، صار له سليم صار أيضاً
من خواص الأصحاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه. كان يتصل بسلمان، كان يتصل بعمار، كان يتصل بأبي ذر، بحذيفة ابن اليمان وغيرهم ممن كانوا يصحبون أمير المؤمنين سلام الله عليه. صار سليم أيضا محل ثقة، حيث أنه كان يحضر المجالس الخاصة بأمير المؤمنين، هاي المجالس التي يتحدث فيها الإمام مع أصحابه ويروي لهم ويحكي لهم كل شيء. سليم ابن قيس صار عنده شغف المعرفة، قلت لك في عهد النبي ما كان موجود، الأول ما كان موجود، يأتي في عهد الثاني. سليم يوم اللي يشوف المدينة بهذه الحال ويتصل بأمير المؤمنين ويسمع تلك الأحداث وتلك الأخبار التي جرت بعد شهادة النبي، فاتخذ سليم ابن قيس منحا آخر ألا وهو منح الكتابة والتوثيق. صار يكتب سليم ابن قيس كل ما يسمعه من أمير المؤمنين سلام الله عليه. يروح إلى سلمان المحمدي، يا سلمان أنت موجود وحاضر ونظرت بأم عينيك، أخبرني بما رأيته وبما سمعته، ويروي لسلمان القضية. وسليم كان يكتب هذه الأحداث في زمن منع التدوين فيه، قالوا يمنع تدوين أي حديث أي قضية خاصة سنة النبي، خلاص ما أحد يرويها. ليش؟ قالوا حتى لا تختلط السنة بالقرآن الكريم فيضيع القرآن الكريم، والقرآن صريح صريح في آياته، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. أمير المؤمنين يقول نحن الحافظون لكتاب الله، في بيوتنا نزل كتاب الله، فما في هذا الأمر الذي ادعي بأن السنة لا تدون، نخاف أن تختلط سنة النبي وأحاديث النبي بعد بالقرآن الكريم، ويصير القرآن في تحريف، ويصير القرآن في تغيير، أحاديث تروى على أنها آيات ممنوع. سليم لا، كسر هذا الأمر من حيث لا يعلم به أحد، مو شاهر بعد طلع أمامهم، لا، لأن العقوبة كانت قاسية. يأتي إلى سلمان يكتب، سلمان ما جرى من أحداث، إيش صار؟ يكتب. يأتي إلى مثلا قالوا له حذيفة ابن اليمان موجود في المدائن، يقول يشد الرحال إلى حذيفة في المدائن. ليش يأتي إلى حذيفة؟ ما عندك يا سليم تروح إلى سلمى إلى حذيفة؟ قال حذيفة هو كاتم سر النبي، أكيد عنده أخبار، هذا دائم دام كاتم سر النبي هذا عنده أمور مهمة جدا تحتاج إلى تدوين. ويروح إلى المدائن، حذيفة ابن اليمان هو الذي أطلعه رسول الله على أسماء المنافقين، هذا السر الذي أودع عند حذيفة ابن اليمان في حادثة العقبة المشهورة والمعروفة والمدونة، لما كان النبي راجع من غزوة تبوك، فصار هنالك، أو هذا أصلا مخطط قبل أن يكون هنالك اغتيال لرسول الله، وأي مكان أنسب من هذا، انصعد على سطح الجبل ونلقي بالحجارة على رسول الله على الناقة فيروح النبي. مخطط 15-16 رجل اتفقوا على اغتيال النبي، وهذا ليس بحديثنا وليست روايتنا، وإنما ضجت بها كتب الجمهور في حادثة العقبة المسجلة والمؤرخة والموثقة. حذيفة ابن اليمان كان يقود زمام ناقة النبي، النبي أخذ طريق على سفح الجمل، سفح الجبل، قال إلى الجيش أنتوا أغسلكوا بطن الوادي أنا أجي من فوق كنوع من التأمين. هذا قال الفرصة هي مواتية الحين،
فيهبط الأمين جبرائيل فيخبر النبي بالمكيدة. عندنا رواية تقول فضرب الأمين جبرائيل جناحه بالجبل فأضاء نورا فكشفت وجوههم كلهم. صاح النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي يا حذيفة هل رأيتهم؟ قال له نعم يا رسول الله. وهل عرفتهم؟ قال بأسمائهم وبرواحلهم عرفتهم. عادة العرب قديما انها تميز الانسان من راحلته، مثل ما احنا اليوم عندنا نميز الشخص من ماذا؟ احيانا من سيارته. هذا كان عندهم ايضا بالرواحل. فقال يا حذيفة اكتم ولا تخبر احدا. يا رسول الله ارادوا قتلك، انت مخطط، هذه خيانة عظمى يا رسول الله. قال اكتم. اتقول الناس ان محمدا قتل اصحابه، قتل جماعته من بعد ما تمكن له الأمر يعني والإسلام؟ خلهم. فكان هذا السر مودعا عند حذيفة ابن اليمان. لذلك شوف انت اكتب في محركات البحث، حذيفة كان إذا مات أحد في المدينة ما كل جنازة كان يحضر عليها حذيفة ابن اليمان. لذلك يوم اللي يموت واحد يتفقدها، شوفوا حذيفة موجود. ترى حذيفة إذا تخلف معناته هذا الذي مات من من؟ من المنافقين. المنافقين على نوعين، منافقين ذكر القرآن أصلا أوصافهم، ذكر القرآن الكريم أوصافهم، وهنالك منافقين ما صرح بهم بس معروفين، والنبي صرح بأسمائهم إلى حذيفة ابن اليمان وأمير المؤمنين يعرفهم. فكان يشوفوا ها هذه الجنازة يحضرها حذيفة، إلى أن جاءوا إليه يا حذيفة إنك تقوض الأمر علينا، الناس صارت تشوف الجنايز، إذا أنت ما تحضر ما أحد يصلي على هذه الجنازة، وهذا استشارة إشارة منك إن هذا الذي مات هو منافق، هذا الأمر ما غير مقبول. ذلك شلوا من المدينة حذيفة ودوين إلى المدائن. راح سليم ابن قيس الهلالي، وين راح؟ راح إلى المدائن يسمع من حذيفة ابن اليمان الوقائع اللي شافها حذيفة وسجلها سليم ابن قيس الهلالي. لذلك تشوف هنالك فصل من فصول كتاب سليم ابن قيس في هذه الوقائع وفي هذه الأمور. زين، يأتي إلى أبي ذر يقول لأصحابك إلى الحج، طريق الحج كانوا يمشوا. ليش؟ قال أخاف يعني يمكن يكون عندك معلومة تتذكر شيء حتى لا تفوتني، خاف يفوتني قضية من القضايا. ونقل لنا خطبة أبي ذر في الحج سليم ابن قيس. سليم ابن قيس الهلالي شارك في حروب أمير المؤمنين، حرب الناكثين، حرب القاسطين، حرب المارقين اللي هي الجمل وصفين والنهروان، وكان من كبار الأبطال والفرسان سليم ابن قيس الهلالي. سليم ابن قيس الهلالي أيها الأحبة وهو من شرطة الخميس. ما هي شرطة الخميس؟ يعدهم الشيخ المفيد أعلى الله مقامه بخمسة أو ستة آلاف رجل. شرطة الخميس اللي دائما أحيانا يمكن تمر عليك وتسمع بها، هي مجموعة من الرجال جند في معسكر أمير المؤمنين عاهدوا أمير المؤمنين على الموت والذب عنه والموت دونه، كان بينهم اتفاقية ومعاهدة. هذه لشرطة الخميس، سلمان، أبو ذر، عمار، المقداد، حتى حذيفة كان منهم، مالك، كميل ابن زياد، مالك الأشتر، عمرو بن الحمق الخزاعي وغيرهم من الأسماء اللامعة، هذا كلهم يعدون من شرطة الخميس الذين تعاهدوا مع أمير المؤمنين على الذب والذود عنه إلى الموت، وبالتالي ضمن لهم أمير المؤمنين أن يكونوا في الجنة وعلي قسيم النار والجنة. هذا كان الاتفاق. صلوا على محمد وآل محمد.
سليم ابن قيس الهلالي كان من ضمن هذه المجموعة الموجودة. توفي سليم ابن قيس في سنة 77 من هجرة النبي. طبعا صارت أحداث لما تولى الحجاج الثقفي على رقاب الناس وتسلط فأوغل القتل وأكثره لا سيما على شيعة أمير المؤمنين والموالين لأمير المؤمنين. من ضمن من قتلهم كميل ابن زياد النخعي. هذه الشخصية اللي يمكن احنا اليوم ارتباطنا ومعرفتنا بكميل من خلال والليلة الجمعة من خلال دعاء كميل، لكن ترى لما تعد يترجم كميل ابن زياد النخعي شخصية إسلامية مرموقة لدى الكل، مو بس مخصوص بأمير، نعم هو مخصوص لأنه من أصحاب أمير المؤمنين، لكن حتى الطرف في الطرف الثاني ترى كميل محل احترام وتقدير. كميل ابن زياد النخعي هذا الرجل قتل على يد الحجاج ظلم، لأنه كان موالي لعلي، محبا لعلي، متمسكا بعلي بن أبي طالب. بهذه الأحداث يقول أهل السير والتاريخ ففر سليم ابن قيس الهلالي إلى أن وصل إلى شيراز، منطقة قريبة من شيراز، يعني بالجغرافيا تعد تضم إلى شيراز. في آخر لحظات حياته يخرج سليم ابن قيس الهلالي ذلك الكنز وذلك التراث، آخر لحظات حياته، ولا يطلع ذلك الكتاب الذي كتب في زمن منع الناس من الكتابة والتدوين، كتاب ضم من الأحداث مما لم يتجرأ على كتابته أحد، وإن كان هنالك تصريحات وإشارات موجودة في كبار كتب القوم أو كتب القوم. نعم. سليم ابن قيس كان صريحا في كل الأحداث ومجرياتها، لا سيما ليش الشاهد الآن فيما جرى على فاطمة سلام الله عليها. هذا الكتاب الذي أخبر وتحدث بما جرى على أمير المؤمنين وعلى فاطمة وما جرى على من هجوم على الدار والتفاصيل اللي اليوم احنا موجودين نسمعها من الخطباء ومن غير الخطباء، هذه كلها موجودة في كتاب سليم ابن قيس. لذلك تعمدت أني أتكلم هذه الليلة عن هذا الأمر. عندك ليلتين قضيتها، شوف هذه الليلة شوية خليها منحنى آخر، يعني حتى أنت لما تبكي وتدمع عينك دمعة على الزهراء سلام الله عليها، لأن اليوم هنالك أيها الأحبة الشبهات تنزل علينا كقطع الليل المظلم من كل حد وصول، وأشرس هجمة موجودة هي على كتاب إيش؟ سليم ابن قيس، من حيث ينفون هذا الكتاب وينفون صحته. تنفي كتاب سليم ابن قيس مو معنى ان الظلامة ما موجودة، لان انا اذا اسعفني الوقت اقول لك ظلامة الزهرة مو الا من كتاب سليم ابن قيس، لكن سليم كان جريئا في طرحه، صريحا فيما اخبر به بما سمعه او بما سمعه عن المعصوم مباشرة. يخرج كتاب سليم ذلك الكنز ويسلمه إلى شخصية وإلى رجل يسمى أبان ابن أبي عياش، قال له هذه أمانة. فارتحل سليم إلى الرفيق الأعلى رحمة الله عليه، هي هذا أبان ابن عياش، ويحضر الكتاب إلى المدينة. زين، ماذا نجد عن كتاب سليم ابن قيس؟ إذن خليني حتى بعد قبل لا أحول إلى النقطة الثانية، إذن سليم ابن قيس الهلالي صاحب كتاب سليم ابن قيس الذي روى هذه الأحداث
هو شخصية حقيقية موجودة ذكرها العلماء، علماء الرجال ذكروا شخصية سليم ابن قيس. سليم ابن قيس نعم من شخصية عاصرت وعايشت أمير المؤمنين، مو بس أمير المؤمنين، سليم ابن قيس عاش في زمن وحياة بالتالي الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين إلى أن وصل إلى عهد الإمام الباقر سلام الله عليه، وتوفي في حياة في زمن الباقرين بين الإمام السجاد والإمام الباقر، توفي في هذا الزمن سنة 77 من هجرة النبي. فهو شخصية موجودة، مو شخصية وهمية، مو شخصية خرافية، لا، يعدون في سليم ابن قيس شخصية حقيقية. زين نأتي إلى كتاب سليم ابن قيس، هذا الذي تحدث وأخبر ونقل ذا تلك المناظر وتلك المشاهد، حتى قلت لك حادثة العقبة وما قبل العقبة وغيرها من أحداث ما بعد في عهد أمير المؤمنين وما بعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يذكر سليم ابن قيس. عرض كتاب سليم ابن قيس أو مما أو من إشادات في كتاب سليم ابن قيس عن المعصومين لما جيء بالكتاب إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وقرئ عليه كتاب سليم ابن قيس لثلاثة أيام، قال الإمام زين العابدين رحم الله سليم ابن قيس الهلالي، رحم الله سليم ابن قيس الهلالي، فإنه تحدث بحديثنا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه إشادة من المعصوم بكتاب سليم ابن قيس الهلالي وما فيه، إلى أن يأتي زمن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه. ما يقول الإمام الصادق عن كتاب سليم ابن قيس؟ يقول الإمام: من كان من شيعتنا أو من ليس عنده من شيعتنا كتاب سليم ابن قيس فليس عنده من أمرنا شيء. وهو كلمة الإمام الصادق، وهو أبجد الشيعة. أبجد الشيعة يعني ألف باء الشيعة، ألف باء المذهب، يعني اللي يريد الخطوط العريضة للمذهب عليه بكتاب سليم ابن قيس الهلالي. وكلمة الإمام أيضا بعد: وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرارنا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا فيما قاله المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم عن كتاب سليم ابن قيس الهلالي. كتاب سليم ابن قيس الهلالي أيها الأحبة يعتبر من أو أول الأصول. عندنا شيء في المذهب وفي العقيدة ما يسمى بالأصول الأربعمائة، بعض منكم مر عليه هذه المعلومة مو غريبة. ما هي الأصول الأربعمائة الموجودة عندنا؟ إيش هي هذه الأصول؟ الأصول الأربعمائة هي كتب فيها روايات عن الأئمة، فيها روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ليش سموها أصول؟ بعد المجلس افتح على محرك البحث واكتب هذا اليوم ايش قال ايش تكلم، اكتب الأصول الأربعمائة واقرأ فيها. هل هذه فعلا موجودة؟ نعم، الأصول الأربعمائة هي من وتائد المذهب عندنا. الأصول الأربعمائة أيها الأحبة هي ما نقل عن المعصوم مباشرة،
مثل يأتي مثلا على سبيل المثال، نقول على سبيل المثال هشام ابن الحكم يسمع عن الإمام، مؤمن الطاق يسمع مباشرة عن الإمام ويسجل هذه الروايات مباشرة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إضافة إلى هذه الأصول 400 عندنا كتب. إيش هي هذه الكتب؟ ممن يروي عن من سمع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما مجموعها؟ 1200 كتاب، تزيد لا تنقص، يعني تزيد بشيء لا تنقص، هذه موجودة. الداعي من هذا الحديث أن كتاب سليم ابن قيس أول كتاب يظهر منها، أول كتاب مكتوب ومخطوط وموثق هو كتاب سليم ابن قيس، أول يعني أول 400 كتاب سليم ابن قيس. وإن كانت أيها الأحبة مصادر التاريخ تذكر كتب مثل كتاب سلمان في حديث الجاثليق اللي زار المدينة بعد وفاة النبي لكنه لم يصل إلينا، مثل كتاب مثلا كتاب أبي ذر في السنن والآداب لكنه أيضا لم يصل إلينا، مذكور لكن لم يصل ولم يقع يعني أحد على شيء من هذه الكتب، ولكن كذكر هي موجودة. بينما كتاب سليم ابن قيس الهلالي هو الكتاب الذي وصل إلينا وهو موجود. زين، كتاب بهذه الأهمية، كتاب بهذا الثقل ينقل وقائع مهمة جرت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كتاب ينقل وقائع ما بعد النبي، أفإن مات أو قتل انقلبتم، يقول هذا الانقلاب اللي ما يتجرأ اليوم أحد أن يكتب فيه، الذي يشيرون إليه بإشارات كما يقول في صحيح البخاري: ماتت فاطمة وهي غاضبة وهي واجدة وهي مهاجرة لفلان وفلان. قل له يا بخاري نفصل، هذه بنت النبي، وهو كتاب البخاري الذي ينقل الرواية الصحيحة التي يقول فيها عن النبي: فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وهو يقول ماتت وهي غاضبة وهي واجدة وهي مهاجرة إلى فلان وفلان. هل واحد يقول ليش هذا الغضب؟ ليش هذه الهجرة من ابنة النبي؟ ليش كان هذا الأمر من فاطمة وهي التي أنت تنقل عنها أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها؟ والله لا يرضى لرضا أي شخص عادي إلا أن يكون قد وصل إلى درجة العصمة. هذا دليل على أن الزهراء كانت إيش؟ كانت معصومة. الله يرضى برضا إنسان عادي ويغضب بغضب إنسان عادي؟ لا. سليم ابن قيس يفسر هذه الأمور ويوضحها. وإن كان نعم بعد لا أحد يقول لا، ما من غير سليم ابن قيس أيضا من ظهرت عنده تفاصيل مثل ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة، هذا يروي أحداث وتفاصيل كثيرة جدا. أنهما دخلا على فاطمة، استأذن أمير المؤمنين دخلا ولن تنظر إليهما فاطمة، كانت مشيحة بوجهها: سامحينا يا ابنة رسول الله، قالت: ناشدتكم الله، ألم تسمع قول أبي رسول الله في حقي فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ هذا ابن قتيبة ينقلها صراحة. قال: بلى نشهد، سمعنا عن رسول الله ذلك. قالت: اللهم اشهد أني غاضبة عليهما حتى ألقى أبي رسول الله. خرج يقول واحد والثاني خرج مع بعض، أحدهما بكى، تفت إليه الثاني قال: أتبكي من قول امرأة؟ أي ينقلوها. المصنف لابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة وهو أستاذ البخاري في كتابه وموسوعته المعروفة بالمصنف، يقول: كان هنالك اجتماع على بيت أمير المؤمنين، على بيت علي، فسمعت الزهراء وهي تقول: أبا يا رسول الله، ماذا وجدنا من بعدك من فلان وفلان؟ ابن أبي شيبة يذكر الأسماء صراحة، حتى ما تقول بس احنا اعتمدنا على كتاب سليم ابن قيس، لكن الهدف من تعريف كتاب سليم ابن قيس حتى لا يقول يأتي اليوم الشبهات يقول كتاب سليم أمر خرافي. سؤال يتبادر إلى ذهنك:
تقول عرفنا سليم ابن قيس الهلالي وعرفنا أن سليم كاتب وسليم وثاق وسليم كان عنده هذا الكتاب بما فيه من أحداث وسليم شخصية حقيقية. تسأل هل هذا الكتاب الموجود اليوم بين أيدينا في المكتبات العامة تروح تبحث عنه الموجود على الإنترنت ونقدر أن ننزله في أي لحظة، هل هو فعلاً كتاب سليم ابن قيس اللي كتب في ذاك الزمان؟ هل هو فعلا كتاب سليم ابن قيس الهلالي؟ هني طبعا يختلف العلماء إلى ثلاثة آراء، ثلاث مفاصل انفصلوا. بالنسبة إلى الشخصية هي شخصية حقيقية، بالنسبة إلى الكتاب يقولوا نسلم أن كتاب سليم موجود، يعني كتاب سليم كتب الكتاب وفي هذه الأحداث اللي اليوم الخطباء ثلاث ليالي أربع ليالي خمس ليالي نجيبها من كتاب سليم ابن قيس، وما جرى على فاطمة وما قالته فاطمة و لأن سليم كان ينقل رواية من أمير المؤمنين رواية من سلمان اللي شيعوا الزهراء سلام الله عليها اللي هذا سليم كله يوثقه. فهل هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا؟ الثلاث آراء. الرأي الأول على عجل وهو رأي عالم من علمائنا جليل فاضل يسمى العلامة أو الشيخ ابن الغضائري، عالم من علماء الرجال، ما تقول يا ابن الغضائري عن كتاب سليم ابن قيس؟ يقول كتاب سليم ابن قيس محرف وليس له وجود. عالم تقول عالم ابن أبي الغضائري أو ابن الغضائري له كتاب اسمه كتاب الضعفاء تضعيفات ابن الغضائري وتقول أن ينسف كتاب سليم ابن قيس وانت من بداية المجلس وتقول كتاب سليم ابن قيس وسليم ابن قيس وذكر سليم ابن قيس، فيأتي أيضا العلماء يردون على هذا الأمر الذين اطلعوا على كتاب ابن الغضائري يقولوا مر كتاب ابن الغضائري ونالته أيضا هو يد التحريف والتدليس لأن كل شيء عنده ضعيف. أصحاب الاختصاص يعرفوا كتاب ابن الغضائري، أنا لما أمر عليه مو صاحب اختصاص ما أقدر أميز، صاحب الاختصاص يميز يعرف واختصاصه يقول حتى كتاب ابن الغضائري طالته يد التحريف. قلت لك كتاب مثل ثقل كتاب سليم ابن قيس يفضح، وحقكم ألا يهاجم؟ ألا يحارب؟ ألا مثلا ينسف؟ لما يشوفوا ابن الغضائري مثلا مدح كتاب سليم ابن قيس ألا يحرف حتى كتاب ابن الغضائري؟ هذا قول. عندنا قول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في كتاب سليم ابن قيس يوم اللي يتناوله كلمة رائعة وجميلة، يقول كتاب سليم ابن قيس لمن يتناوله في بعض رواياته فليعد فيها إلى أهل الاختصاص، مو يقول مو موجود، يقول اللي يريد يتناول كتاب سليم ابن قيس يقرأ في كتاب سليم ابن قيس بما فيه لأنهم عندهم أمرين بس في هذا الكتاب، يقول أفضل أن يعود به لوين؟ إلى أهل الاختصاص، يقول رجعوا إلى أهل الاختصاص هم أدرى برواياته. رأي الشيخ المفيد. أما رأي الشيخ الطوسي والمجلسيان المجلس الأب والابن والشيخ العلامة الأميني صاحب موسوعة الغدير ما يقولون في كتاب سليم ابن قيس الموجود عندنا والمحقق في تحقيق نزل أحد المشايخ العلماء يفوتني اسمه الحين ظل يحقق في كتاب سليم ابن قيس لمدة 12 سنة محقق. ما يقول هؤلاء العلماء الأجلاء في كتاب سليم ابن قيس؟ يقولون نعم هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب سليم ابن قيس الهلالي. هذا رأي الشيخ الطوسي ورأي المجلسيان ورأي العلامة الأميني وبعد موجود جملة من العلماء المعروفين يقولون كتاب سليم ابن قيس
الهلالي هو نعم هذا هو الكتاب الذي بين أيدينا، هذا الكتاب الذي تفرد بذكر مجريات الأحداث. الشيخ الأصفهاني في قصيدته اللي دائما تسمع أنت، قال سليم قلت يا سلمان، أتي إلى سلمان، قل لسلمان حقيقة صار هجوم على بيت الزهراء. أنا من دخلت المدينة وأسمع روايات النبي في الزهراء، أسمع أن رسول الله يقف على ذلك الباب 6 أشهر يمسك حلقة الباب يستأذن في الدخول. كل المسلمين يروون هذه القضية، يقول النبي 6 أشهر يستأذن، تقول لفاطمة أبا البيت بيتك والحرة ابنتك، قالها لا بني فاطمة أمرني ربي أن أستأذن عليكم، ما أدخل بكيفي إلى بيتكم. قل لسلمان هذا الباب، ايش يقول الشيخ الأصفهاني، يقول وبابها باب نبي الرحمة وباب أبواب نجاة الأمة، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى. سلمان أظلم البيت والباب بالنار، فقال إي وعزة الجبار وما على الزهراء من خمار، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا. والليلة يا علي ما حالك، ما حالك وقد سجيت الزهراء على صخرة المغتسل؟ علي ملتزم بالوصية، أبا الحسن إذا غسلتني غسلني من خلف ثيابي. ليش فاطمة تقول له تراني تراني طاهرة لو غسلتني، والله لو غسلتني أريدك لا تجس صدري ومتني. أبو حسين ولا تشوف السطرة اللي عمتني، ولا تشوف ضلع اللي تكسر. سلمان يروي، أم أيمن تروي، أسماء تروي، يقول أمير المؤمنين يوم اللي يغسل الزهراء انفرد إلى زاوية من زوايا الغرفة، وضع رأسه بين ركبتيه، بكى بكاء عالية. سلمان يقول سمعنا نشيج الأمام، الإمام ينشج، أبا الحسن يا جبل الصبر أتبكيه؟ آه ويش العاين الكرار يوم القام للتغسيل، ما أقدر أفصل لك وأحكي لك حكي تفصيل. الشاف يا شيعة يقولوا عاين راسها معصب ونحلها المرض تنحيل. بس ها من مورد آخر، من شاعر آخر، شي يقول ها يقول ها شي يقول عن أمير المؤمنين يوم اللي قام يغسل فاطمة، يقول والله بضلعها ما دريت وبس دريت بحمرة العين، سجيتنا الزهراء ولن زينب بكت وتلوذ بحسين. اللي حاضرة واللي شايف الموقف وتصيح، بس لا يشعر أبويا المرتضى بكسرة الضلعين، وويله وفضة تدير الماي وتبكي شبول عدنا. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون أيها الموالون،
يا من جئتم لتشيع فاطمة في هذه الليلة. قام أمير المؤمنين بعد أن فرغ من تغسيلها، وفاطمة صديقة لا يغسلها إلا صديق، صح حسن حسين زينب هل أمه وودعوا أمكم. نقول له يا علي يا علي ما حالهم في تلك اللحظة؟ يقول حنا وحنا وبالمغسل فرد حنا، والله حنا بالمغسل فرد حنا، وصاحوا آه يا فقدتمنا. رمى الحسن بنفسه على صدرها، الحسين عليها، زينب تنظر إليها بتلك الحالة، الحسن ينادي أمه فاطمة كلميني أنا فرخك الحسن. والحسين يقول نبحث عن الحسين وين موجود، ولا الحسين عند رجلي فاطمة. ساعد الله الفاقدها، سامحني ما أألمك، لكن هذا حال وضع أهل البيت سلام الله عليهم. شي يقول الحسين يشوف أمه، يقلها من نوم تش قعدي يا مكسورة الضلع، والله من نوم تش قعدي يا مكسورة الضلعين، نشف دمع عيني ترانا عزيزش حسين. يما ما كانت العادة عن أولادش تصدي، خان الدهر وتشمتات بين الأعادي. وزينب ما تقول لما أن تنظر تقولها يما بقينا من عقبش يتام، يما الليل الليل بعدش ما أنام، يما الدهار الدهار صوبنا بسهام. ولا أمير المؤمنين يضعها في نعشها، ترفع الزهراء على أعتاق الرجال، لا إله إلا الله. ويا علي الليلها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، البقاء والدوام لله، اليوم مات رسول الله. يطلع ذاك النعش من بيت علي، ولا يبتعد ذلك النعش، كأني بيد صغيرة على عتبة الباب ما تتجاوزها أبدا، ما تقدر تطلع لأن المحامي والكفيل موجود، ما يرضى ما يرضى أحد يشوف زينب. لكن أشر لك إشارة، تلك اليد الصغيرة ترتفع تودع ذلك النعش في أمان الله. أم فاطمة كأني بسؤالها، أم فاطمة متى الملتقى؟ انت تعرف متى الملتقى يا شيخ؟ وين صار اللقاء؟ وين سمعت زينب ذاك الصوت؟ وين افتقدت زينب وارادت من يكون معها؟ يوم اللي كاني بتنتلعات كربلة تقولها انا يمش يا يمه مو بعيدة، والله مو بعيدة، انا شفت حسين من حزه وريدة، انا نوب ادور خنصريدة ونوب ادور كف عضيدة. زينب انا ثلاث ايام ساكن البيت، جاء امير المؤمنين دفن الزهراء وضعها في ملحودة قبرها،
نظرة من الإمام نقلون أرباب السير إلى ناحية قبر رسول الله. يا رسول الله ردت الأمان استرجعت الوديعة لكن سامحني، ليلة الزفاف أعطيتني إياها وضعت يدها في يدي، قلت يا علي هذه أمانتي لتي هذه وديعتي عندك يا علي. يا رسول الله سلمتني إياها ما فيها شيء، لكن الليلة أرجعها بخد ملطوم بعين محمرة بضلع مكسور. يا رسول الله الخبر عدها تخبرك. ويدفن أمير المؤمنين الفاطم يقول كانت لي ركن، كان رسول الله لي ركن، الآن انهد ركناي. يتعاهدها أمير المؤمنين بقراءة القرآن كما أوصت، ولا أمير المؤمنين تهوم عيناه بالنوم على قبر فاطمة، ولا فاطمة تأتي إليه في عالم الرؤيا، قم يا علي وعد إلى الدار. أم الحسن أنت اللي قلتي لي ووصيتيني أتعاهد قبرك بالقراءة القرآن، قالت نعم يا علي ارجع إلى الدار يا أبا الحسن. لما يا فاطمة؟ قالت زينب انتبهت من نومها ومن غرفة إلى غرفة تقلها فزيت من نومي وجيتيش، والله وجيتيش على فراشش يا يما ما لقيتش. واحد شاعر يصور المنظر يقول ما ترضى الوديعة تشوف زينب تقعد من النوم، يمها الحسن يمها حسين يمها الطاهرة أم كلثوم. أقولها سيدتي زينب الليلة إذا بكيتي نشف دمعتك الحسن، الليلة إذا بكيتي ضمك الحسين بصدري، الليلة إذا بكيتي وضعك علي في حجري. زينب أكو ليلة 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 بكيتي فيها تقول لا أنا بقيت محيرة واصفق باليدي، أنا بقيت محيرة واصفق باليدي، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. فرج الله سامحني، ها سامحني أتجرأ. تقول لأبويا يضربوني من أبكي وتهمل العين، انقلت بويا يضربوني وانقلت خويا يشتموني، ومن الضرب والبكي عميان عيوني. أنا هود علي الليل وازدادت الوحشة، بويا وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى الشر داري. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. عندنا مرضى منظورين أيها الأحبة من يسألونكم الدعاء بحق فاطمة، وهذه بعد ليالي استجابة الدعاء والتوسل بحبيبة النبي بنور الله في الأرض. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا الله يا الله يا الله بحق المضطرة بين الباب والحائط، يا الله شافي وعافي كل مريض، لا سيما المنظر منظورين المريض المنظور
اللهم شافهم بشفائك، عافهم بعافيتك، الغائب منهم ارجعه إلى أهله وذويه سالما غانما لا فاقدا ولا مفقودا. حق عليكم في هذا الماتم اليوم الدعاء للأخ عادل، الله شافيه ويعافيه إن شاء الله من كل بلاء ومن كل مرض، ومن كان في هذا المجلس مريض أو عنده مريض. وقد توسلنا بأم الحسن يا الله يا الله يا الله ليلة جمعة في شفاء مرضانا، إلهي بفاطمة في قضاء حوائجنا تيسير أمورنا، إلهي بفاطمة في تعجيل فرج مولانا صاحب الأمر، اجعلنا اللهم من أنصاره وأوداه وأعوانه والذابين تحت لوائه وسلطانه. اللهم أرحم الماضين من أهل هذا الجمع، أموات أموات الحاضرين فردا فردا، القائمين المؤسسين الساعين إلى هذا الاجتماع، ارحم اللهم أموات الجميع برحمتك، نهدي إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.